عاما قدم خلال حياته الكثير للقضية الفلسطينية، فكان حاملا لهذه القضية ولهذه الرسالة عبر الكثير ريما من المنابر الإعلامية وأيضا خلال أعماله الأدبية والشعرية. بالتأكيد سلام، وبرحيل زكريا محمد فقدت الثقافة الفلسطينية قامة أدبية فكرية ثقافية مميزة جدا، كرست جل حياتها للنضال الفلسطيني العديد من المحطات النضالية اللي عاشها. بنرحب بانضمام الأستاذ مراد السوداني أمين عام اتحاد كتاب وأدباء فلسطين، أهلا وسهلا فيك. طوبى وطيب لسادة الشهداء وصباح فلسطين الصابرة المصابرة، وطوبى وطيب للشهداء الأحياء الأسرى وهم يدافعون عن وعينا وذاكرتنا وتاريخنا بما تبقى من عناد ووجدان جماعي مقاوم، وطوبى للقدس العاصمة ولشعبنا العظيم الذي ما زال يرفع هذه اللا في وجه سياقات المحو والإلغاء والرحمة الواسعة على داود عيد الملقب بزكريا محمد، عاقل الشعر كما وصفته، وأحد الأسماء الوازنة في الثقافة الفلسطينية والعربية، الذي أنفق عمره من أجل البحث والكتابة الاستثنائية، فكان منفردا ومن المدرسة المشائية يجوب هذه المدينة وحاراتها وأزقتها بحثا عن ذاته ليرى الكون أعمق وأوسع. نعم، يعني لروحه الرحمة، وعزاؤنا لكم أستاذ مراد. وعندما نتحدث عن مثل هذه القامة فنحن نتحدث عن قامة قامت بالعديد للقضية الفلسطينية، قدم مساهمات جادة للشعر وللثقافة، وكانت أيضا أعماله الأدبية تحفز على الإبداع وكانت تأخذ الكثير من التقدير والاهتمام، وأيضا كان باحث مهم. لنتحدث أكثر عن حياته ومسيرته قبل أن يرحل يوم الأربعاء. دعيني على الصعيد الشخصي أن أقول أنني رافقته مهنيا في جريدة الأيام، وكان يكتب زاوية توقف عنها بعد تدخلات تحريرية. هذا هو زكريا الذي حافظ على ذاته وعلى نقائه وحريته حتى اللحظة الأخيرة من أي كوابح قمع أو كبح، لأن روحه وشكيمته ترفض الاحتجاز وروحه ممتدة ومتسعة. أيضا تابعته في عديد من السياقات، وله فضل علي شخصيا بإطلاق ديواني رغبوت عن وزارة الثقافة عندما كان مديرا عاما للنشر فيها، فكان أول ديوان لجيل التسعينيات، أصر علي بأن يصدر هذا الديوان، فأنا يعني ممتن على الصعيد الشخصي لهذا الراحل الكبير في هذا السياق. هو باحث مختلف، قدم العديد من السياقات البحثية في الأساطير وفي الموروث وفي الإرث، وكانت له المساحة المختلفة في هذا السياق، بالإضافة إلى سياقه الشعري، بالإضافة إلى مقالاته وتدخلاته الإعلامية. هذا الشاعر والباحث والكاتب الموسوعي الذي نذر نفسه بعد التقاعد، كما كتب على صفحته في 16 يونيو وقد أصيب بمرض السرطان حينها ولكنه تشافى، وقال أنا جيد، كتب هذه المقولة: أنا جيد، وضعي جيد، وقياسا بعمري فصحتي معقولة، ولدي راتب تقاعدي كفاني أن أكون تابعا لأي مفكر عربي كبير أو صغير، وقد نجوت بهذا المعنى من أن أكون تابعا، وهذا أهم شيء، أن لا أكون كلبا. الأخطر أن تكون كلبا، بالمعنى التابعي، بمعنى الإلحاق، بمعنى السقوط في اللحظة، بمعنى أن تكون معلقا بذيل المتكلمين من جيوبهم والمستطيعين بغيرهم. وموقفه كان واضحا من الربيع العبري ومن الثورات الملونة، وهذا ربما ما جعله في أقاصي العزل من الكثير من الروافع التي تقوم على تلميع العديد من المثقفين وتمنح الجوائز يمنة ويسرى وتفرد مساحاتها وصفحاتها الصفراء للعديد من الكتاب، لم يكن زكريا محمد من هؤلاء. لذلك عاش بشروطه ودفع أكلاف ذلك، وهذا هو الضمير الثقافي الذي لا يؤجر قلما ولا ضميرا
لأنه مرهون بهذه الفلسطين وبثوابتها وبمعناها الجليل والرفيع، لذلك استحق أن يكون محط احترام سواء من الذين اتفق معه في الرؤية أو اختلف معه. لكننا لا نختلف دائما على أن هذا الرجل بقي حتى اللحظة الأخيرة نسيج وحده وعاقل الشعر، وكما قال بأن ولسوف تخجل مني زهرة النسرين، ولسوف تخجل ثم تخجل ثم تخجل، بشعره الأشيب جواب هذه المدينة، بعصاه التي يتوكأ عليها، بتفحصه للطبيعة التي منحته كل هذه القدرة على الإتمام. وعندما كتب بقي لدي الوقت المستقطع أحاول فيه أن أقول ما أريد، هذا الوقت المستقطع جعل من هذا الرجل اسما وازنا بإرثه وموروثه واتكائه على ذاته لكي يبصر الكون بشكل أعمق وبشكل أوسع بما تركه لنا من هذه المعاني الجليلة، بهذا المفرد بصيغة الجمع، بأن يكون المثقف الفلسطيني على أحد الثقافة ولو بقي وحيدا. نعم، وهذا هو المفكر الحر أيضا الذي يتمتع بكل هذه الميزات أستاذ مراد. ولا ننسى أيضا أن طبعا هذا المفكر، هذا الأديب، شغل منصب هام جدا أيضا، وكان نائب لرئيس تحرير مجلة الكرمل التي قادها وترأسها محمود درويش في عندما تأسست في 94. فهذا جانب مهم جدا أن نتحدث عنه ضمن أشير إلى هذه النقطة النضالية. نعم. دعيني أشير إلى هذه النقطة. عندما شغل مدير تحرير لمجلة الكرمل أيضا بالمعنى الثقافي بحساسية المثقف كان قلقا، وكان أيضا مستقلا في رأيه، ولم يكن يعني ينفذ بشكل إجرائي وروتيني ما يطلب منه من الشاعر الكبير محمود درويش، بمعنى كان يقول رأيه بوضوح وإن لم يعجب. زكريا محمد نعم حافظ على هذه المساحة حتى مع الشاعر الكبير محمود درويش، وهذا سر احترام محمود درويش لزكريا محمد عن غيره من مجايليه ربما في سياقات مختلفة، لأنه لا يتقن المحاباة والمداجاة والتلطي، لأنه ليس من زواحف الفكر والمعنى، لأنه مستقل بذاته قادر على تقديم رؤيته دون وجل أو خجل. هذه الاستقلالية منحته مساحة من الاحترام. والمثقف إذا لم يكن عندما يحدق في مرآة ذاته، إذا لم يحترم ذاته، وإذا لم ينتمي إلى ذاته، وإذا لم يعطي هذا الجمال في روحه هذه المساحة من التقدير والتجلة ونبالة المعنى، لن يستطيع أن يقدمها خارجه. وإذا لم يكن وفيا لذاته بمعناها الجليل والرفيع والحفاظ على ثوابته واحترامه لمقولته، لأن ثمة من يقولون ولا يفعلون، وثمة من يقولون وهم فعالون لذلك، فطوبى لهما معا. زكريا محمد كان من هؤلاء، لذلك من عمان إلى بيروت، من عمان إلى الشام إلى بيروت إلى تونس إلى المتاح من الوطن، إلى عمله في وزارة الثقافة وفعله واحتضانه للأجيال الجديدة، استطاع أن يقدم الكثير لأجيالنا، وأنا واحد منهم أعترف له بهذا الفضل في هذه اللحظة لي ولجيلي، مثلما أعترف لأستاذنا الدكتور المفكر إحسان البرغوثي باحتضان هذا الأمر. هذان الاثنان قنطرتان لجيل التسعينيات عبر باتجاه تقديم ما لديهم من فضاءات من أجل أن تنهض هذه الأجيال على إرث وموروث ومعنى جليل يليق بالثقافة الفلسطينية المقاومة، يليق بثابت فلسطين الثابتة من مائها إلى مائها، تأكيدا على حضور هذا المعنى الرفيع وعلى بسالة القول بما هو جدير به. فزكريا محمد بكل ما قدمه يستحق منا جميعا أن نرفع قلوبنا لنلوح له على هذا التراب الحر، لأقول يا أيها التراب طوبى لمن لا يخونك، طوبى لمن يسند رأسه على وسائدك الحجرية فترخى عليه جفونك. فطوبى وطيب لزكريا محمد ابن الزاوية الفلاح الذي يتقن الحرث والزرع، جواب هذه المدينة وفضاءاتها المنحاز إلى الطبيعة وتفاصيل النباتات والأشجار، العارف
وعاقل الشعر والمعنى. نعم، وبالتأكيد سيبقى هذا الشاعر الراحل في قلوب وعقول الجميع، وستبقى أعماله في الأدب والشعر الميثولوجيا وأدب الأطفال حاضرة دائما. الرحمة لروح، وكل الشكر لك أستاذ مراد. المثقفون والشعراء الحقيقيون لا يموتون إلا في نفوس ميتة أصلا. هذا الشعر حقيقي وباقي بما قدمه من أوراق خضراء حية كانت وستبقى. نعم. رحمة واسعة على روحه عدد الحصى والتراب. شكرا جزيلا لك، وطبعا الرحمة لروح زكريا محمد، ونشكرك على كل هذه المعلومات اللي تحدثت فيها للمحطات النضالية الهامة جدا في حياة طبعا هذا المفكر والأديب. شكرا. شكرا لكم وشكرا لوجودكم. نعم، نتواصل معكم إذا مشاهدينا، ونذهب إلى سلفيت. نعم، ريما ونافذة مباشرة تحديدا من قرية قراوة بني حسان، البلدة القديمة هناك، وفي تفاصيل أكثر حول هذه البلدة المميزة.